الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة معايا عبر الهاتف. أستاذ كريم مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو، مساء الخير لكل مشاهدي قناة تاني. أهلا بحضرتك أستاذ كريم، إيه تعليقك على هذا الخبر؟ هو طبعا اللجنة الأولمبية بتأكد على قرارها السابق بإيقاف الأستاذ مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، وبتأكد على اتحاد الكورة بعدم الحضور، بحيث ان النهارده طبعا احنا عارفين يوم الجمعه ان شاء الله هيبقى تظاهره رياضيه كرويه مصريه كبيره، وهم عايزين ياكدوا ان خروج التظاهره دي تخرج في افضل شكل ممكن، وبالتالي هم رغبوا في تاكيد القرار السابق اللي هم بعتوه لاتحاد الكوره، خصوصا طبعا ان احنا شايفين ما زال الاستاذ مرتضى منصور الى حد ما بيمارس مهامه داخل نادي الزمالك بشكل ربما يكون غير رسمي، بعيدا عن الاوراق والتوقيعات ومثل هذه الامور، ولكن المداخلات مستمره، الاوامر مستمره داخل النادي، وبالتالي هم حبوا يحطوا النقط فوق الحروف وحسموا الموضوع ده بارسال الخطاب اللي حضرتك تفضلت بقراءته من شويه. يعني لو الاستاذ مرتضى منصور راح على الاستاد علشان يعني يحضر المباراه، هو طبعا المباراه بدون جمهور مش كده يا استاذ كريم؟ نعم لغايه دلوقتي، لغايه نعم دلوقتي بدون جمهور، لكن يعني اعضاء مجلس الاداره في الناديين اعتقد هيحضروا المباراه مش كده؟ طبعا كامل المجلسين هيحضروا، واعتقد في محاوله لاصدار بعض الدعوات لبعض الشخصيات لعدد معين يعني من اجل حضور المباراه، لسه برضو العدد ما تحددش، كله هيتحدد ان شاء الله غدا. طيب يعني لو راح الاستاذ مرتضى مع اعضاء مجلس اداره الزمالك سيمنع من الدخول دخول الاستاد؟ على حسب التعليمات اللي جايه من اللجنه الاولمبيه المفروض ان هو يتمنع، اضافه لده النهارده احنا في موقع يلا كوره قمنا بالاتصال بالاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، وسالناهم سؤال مباشر، ايه موقفكم من حضور مرتضى منصور مباراه القمه؟ الاجابه كانت ان المفروض ان احنا عندنا يعني تبليغ من اللجنه الاولمبيه المصريه بايقاف مرتضى منصور عن ممارسه اي نشاط رياضي، وحسب علمنا ان اتحاد الكره في مصر عنده نفس المعلومه، وبالتالي القرار بتاع اللجنه الاولمبيه هيتنفذ يوم الجمعه. بس يعني قرار اللجنه الاولمبيه يعني رفض من قبل الاستاذ مرتضى منصور، وقال انه عندي حصانه نيابيه ويعني الى ذلك من مبررات. لا وبالفعل هو طبعا الاستاذ مرتضى منصور رفض القرار، وبالفعل طبعا قدم استئناف عليه قدام القضاء الاداري اللي طبعا اخذ قرار بتاجيله لبحث الاوراق وبحث الشكاوى من الطرفين، ويعني المفروض ان خلال اعتقد الشهر الجاي ربما يكون في جلسه لمناقشه استئناف الاستاذ مرتضى منصور، ولكن لحين ان يجي موعد الاستئناف ما ينفعش دلوقتي خالص ان يتم عدم تنفيذ القرار، لغايه طيب دلوقتي المفروض القرار متنفذ. طب اخيرا يعني هل في سلطه اتحاد الكره او خلينا نصيغ السؤال بطريقه اخرى، هل اتحاد الكره مرغم على تنفيذ يعني خطاب او ما جاء في خطاب اللجنه الاولمبيه؟ طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه هي المنوطه بتنظيم الرياضه في مصر، مش بس في كره القدم ولكن في كل اللعبات. اتحاد الكره اذا لم ينفذ قرار اللجنه الاولمبيه فهو بيضع نفسه في مواجهه مع اللجنه الاولمبيه اللي بعد كده ربما يتراءى ليها انها تتخذ ما تراه من قرارات ضد القرار اللي تم عدم تنفيذه. وبناء على ايه؟ زي ما بيقول الدكتور علي عبد العال في مجلس النواب، وبناء عليه الاستاذ مرتضى منصور لن يشاهد المباراه في الملعب، يشاهدها عبر الشاشه مش كده؟ نعم بالظبط كده. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره.